جبهة توتر سياسي قديمة جديدة تدخل النزاع في العراق. أحدث تصريحات لبارزاني قد تعيد إلى السطح ملفاً لطالما كان مصدر نزاع بين بغداد وإربيل. لقد صبرنا 10 سنوات مع الحكومة الفيدرالية لحل قضية المناطق وفق المادة 140، لكن بدون جدوى. وفيما بارزاني يؤكد من أربيل عدم نية البشمركة العودة عن السيطرة على كركوك، ما زال الملك في بغداد يتلقى سيلا من الدعوات لتشكيل حكومة توافق وطني. مطالب دولية ومحلية لا يبدو أنها تلقى الصدى المرجو منها لديه. رسالتي هي الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة جديدة في أسرع وقت يكون بمقدورها تنفيذ الرد الأمني والسياسي الأكثر فعالية للتصدي لما يجري في البلاد. محليا، المرجع الشيعي السيد علي السيستاني آخر من جدد نداءه للفصائل العراقية جميعها إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة كما رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان، وذلك في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل موعد أولى جلسات البرلمان الجديد. اختيارات وجدها السيستاني الخطوة الأولى على طريق الحل السياسي. تصريحات السيستاني لم تأتي بعيدة عن طلب مقتدى الصدر في آخر خطبة له، وفيما طرحت العديد من الكتل أسماء مرشحيها، ما زال المالكي مصرا على تشكيل الحكومة. فوز كتلته في الانتخابات الأخيرة يرى فيه المالكي برهان أحقيته بتشكيل الحكومة التي لن يتنازل عنه على حد تعبيره. اعتراف بضرورة المضي في حل سياسي في خطاب المالكي الأخير نقطة قد تكون الوحيدة التي اتفق عليها هو وباقي القادة. وفيما النزاع على الأرض في توتر متزايد، بات التوتر سياسيا ليس أقل وطأة، توتر يعزز الشكوك في مدى احتمالية نجاح الحل السياسي في البلاد. زين الروابدي، العربية.